لا، احنا ناس مسؤولين، حققنا نتائج كبيرة، كونوا على يقين بأنها ستنعكس إن شاء الله في نتائج الانتخابات اللي تعود في الحزب. أكيد ما لي نكفر بين نقول أكثر من هذا. النقطة الثانية بأنه فعلا، وفي هذا أود أن أعطي بعض التوضيحات للتدخل اللي دخل الأخ المناضل، واللي يكون بكل احترام حمودة، ومن الأحياء من حي مدينة الوحدة. فعلا أنا كانت تص هي أنت وتصل بي كذلك شخص أو اثنين من المواطنين، وطرحوا لي مشكلة الماء ومشكلة قطاع الماء وقطاع الكهرباء. وأنا اتصلت باتصالاتي مع المعني. المعني ما هو المجالس المنتخبة، المعني هو يعني المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني كذلك للماء. دونك هذا اتصلت بهم وتكلمت معهم مطولا، وفعلا هناك مشاكل، لأنه هناك التزامات كانت قام بها في الماضي لساكنة الوحدة، واللي هي ساكنة اللي احنا نحترمها ونتابعوا عنها، وهذه الساكنة شخصيا أكلها كثير من الاحترام، ونعرف عنها وناس وطنيين ومخلصين وناس تستاهل كل خير، وأنا واقف معاها وقدامها وراها. وكانوا اتصلوا بيا، الأخ نور الدين مهيدر، إذا كان هنا كاين نور الدين، كاين اتصلت بيا تصبيح، قلت لك على أني مستعد نستقبل منهم مجموعة من الأعيان يجوني. وكان تصبيح كذلك الشاب النشيط اسمه عمر الشرقاوي، وقلت له نفس الشيء يجوني نتكلم معهم ونشوف قسم السلطات، لأنه هذا القضية لا تعني المنتخبين، المنتخبين يعاونوا يعودوا معاهم يمشوا معاهم يطالبوا معاهم، ولكن القرار النهائي ليس بيد ماشي عندك تجي عندك عصا مسطك جاي تحل المشكل، لا، هنا الوقت الله يجازيكم. انا قلت لكم ان شاء الله عزيمتنا وفضاولة من هنا لدرت عمان لنشوفوا تغييرات كبيرة جدا 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 في مدينة الداخلة خصوصا وفي الجهة عامة، ماذا على المستوى الصحي بالماء بالضوء بالساحات بتأهيل الطرق في كل هذا. نحن الآن نشتغلوا ليل نهار باش نديروا البرنامج اللي لاي يجاوب على هذا الشيء اللي قالوا الاخوان، التدخلات اللي دخلوا كامل. وانا ما جاي نطول في القطاع كذا وقطاع كذا وقطاع كذا، لا نديروا البدايه، يعني برنامج تنميه جيوب، ولا حتى المجتمع المدني لا يقول به كلمته. وانا نقول لكم تفضلوا وجدوا مسائلكم، راهو خارج بيرو ديتيت في بلاد البغداد، وراهو بلاد شعبتم، ونحن كذلك نتيجه لوعينا وخبرتنا في هذه المشاكل اللي كامله تخبط فيها المدينه، لا على مستوى المجلس الجهوي ولا على مستوى المجلس الجماعي ولا على مستوى المجالس الاقليميه ولا على مستوى الجماعات. كل شيء الان متكامل يد بيد من اجل حل هذه المشاكل. وانا اقول لكم نعطيكم كلمتي بانه ان شاء الله اما لا نخدم هذا على احسن وجه، اما انا شخصيا لا نقدم استقالتي. قولها ولا ان شاء الله هذا ان شاء الله لا ينجحوه ولا يمشي، لانه شوف السلطات منخرطه فيه من عند السيد الوالي، السلطات كامله الولائيه المحليه كذلك منخرطه في هذا. وتحت لي وانا جاتني رساله من عند السيد الوالي بان قصرنا نعطوا الاولويه لمدينه الداخل، هذا الشيء تكلموا عنه كامل ونحن منكبين عليه. فاذا ان شاء الله لا يتحقق هذا بدون ان شاء الله يعني اي شك وبدون يعني اي تردد، لا ينخدموه ولا ان شاء الله نحققه. نرفع مستوى خدمات الكرة، الماء، الكهرباء، الواد الحار، تنظيم الأسواق، يعني المساحات الخضراء، ملاعب الكرة، كل هذا إن شاء الله راهو أولوية برنامجنا الآن.
ما الانسان تبغيش اضافه للبرامج الاجتماعيه اللي كنا تكلمتوا عنها. النقطه الثانيه ما يتعلق بالصحه، فعلا كان هناك شويه ابتي يعني ما كانش يعني نفس السرعه اللي كانت عندنا، نقصد شوي، ولكن قد نعطيكم الارقام العمليات اللي بات تعدد من ساعه بدينا، لا على مستوى الحسن الثاني والمستشفى العسكري، لانه هذا كذلك رانا عندنا تدخلات فيه ومولنا فيه بعض العمليات. نعطيكم مثال عمليات المراره، عندنا لف بين هذا الاسبوع ومن عنه الاسبوع الماضي اكثر من وفين هذاك اللي يتكلم من لجنه محمد، انا ما تسالك عليك ولكن ظن عنها. تفضل محمد، كم العمليه دخلت؟ 27 عمليه للناس معوزه ما انت باش خلاص. حتى لا كلينيك اللي في الدار البيضاء اللي عاد هون عبد الله الشريني قلت يقول لنا كم صيغتنا من حالات، مشاو عده حالات الدار البيضاء ومراكش. فعلا احنا قد يعود مثلا ناخذ نوع عن حاله ولا حالتين ولا ثلاث حالات اربعه، ولكن ما معناها على ان مقصرين فيه والله عندنا هدف بين العكس، المجهودات ليتضاع، المجهودات ليتضاعف ان شاء الله، والاذاق ليتعود اكثر، وتصل نظريك ان شاء الله بمؤسسات صحيه ثانيه ليتعود مع ذيك الكلينيك اللي في الدار البيضاء، مؤسسات عسكريه على مستوى وطني، مستشفى عسكري. تو اتصلنا به باش نديروا معاه اتفاقيه، لانهم ناس حرف يعني هذه حرفيه عندهم يعني مهنيه كبيره جدا وعندهم خبره، وكذلك قدوا حتى من حيث الفاكتوراسيون يعني اللي يعود الفاكتوراسيون ديالهم اقل من الاكليك. ولكن انا احيي دور هذيك المصحه، لعبت دور مهم جدا، رانا درنا فيها اكثر من 1500 عمليه فدات استاذ دوري المواطنين، 1500 عمليه، هذا ما هو مشجع، هذا مهم هذا. كذلك بالنسبه للتعليم، بالنسبه للتعليم خصصنا 22 مليون ديال درهم واعطيناها للتعليم، هو اللي سير ما يسير سير الجهه. التشغيل الشباب خصصنا المره الفايته 22 ولا 23 مليون 27 مليون ديال درهم، وخلينا من التشغيل والجمعيات التشغيل، ولكن شوف انا اقول لكم راه كاين بعض الاكراهات اختصاصات الذاتية ديال الجهة ما تسمح لك بانك انت هو اللي تشرف على ذا وتوقف عليه وتعدلك. فرض عليك من تشارك معك هيئات ثانية، وديك الهيئات انت تدفع لها الميزانية وهي اللي تتصرف، وبالتالي مشكل خيار هون بين الاثنين، اما تعدل هذا وتدفع الامكانيات لهيئة ثانية وتحقق لك ربما 20% 50% من ذاك البرنامج، او اذا ما تعدلش لانك ما تتعدل قانون ما سامح لك بانك تعدل. مثلا انا عياوي نجبر الشباب يقولون احنا خاصكم تشوفوا لنا التوظيف في الجهه وخاصكم تعدلونا. شباب مثقف خاصو يفهم بانه هناك برنامج وطني للتشغيل وقائمه به وزاره، نحن العيب والعار إذا جا وزير هون للتشغيل ما وقفنا معاه ودافع عن الشباب بأنه يعني خاصه يوظف التوظيف المباشر، وبأن خاص نعطي الأولوية للشباب الداخلة ما يتعلق بالتوظيف الداخلي، هذه اللي كونترا اللي عند اسمهم التعاقد اللي في التعليم وفي البلدات الثانية، خاص نعطي الأولوية للشباب، والعيب والعار إذا ما خصصنا ميزانية في إطار التشغيل الذاتي. أشكركم وسمحوا لي راني طولت وربما نعود نمشي على مكان ما يعجب أخير، ولكن كان لازم نقولوا لأنه هذه أول فرصة بعد الانتخابات باش كنت نقدم هذه الملاحظة. الآن أعطي الكلمة لأحمد. السادة المناضلين ومناضلات حزب الاستقلال، حقا حزب الاستقلال ليتم دائما هو الأول، وحزب الاستقلال الاول فيكم وبالمناضلين كما قال السيد الرئيس، لولاكم ما وصلناش لهذه الدرجه. اللي اثار انتباهي وهو على ان احنا كنواب برلمانيين كما قال السيد الاستاذ المعمود مسؤولون امام الله وامام وامامكم وامام الوطن.
احنا بالنسبه للقضيه ديال الصحه نشكر الصحه السيد زوينوغا، والله الا مشكل الصحه لا مشكل كبير، مشكل عويص. احنا هذه المشكله سيد الرئيس اللي 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 اللي, اللي خلانا نثيروا في الرباط ونثيروا في الداخل ونثيروا في اي بلد، بكم انتم سيد الرئيس الدعم اللي عطيتوا للصحه، والصحه ما وصلتش لك اللي بغينا له هنا. وكوني واضحه، كوني واضحه زوينوغا على انني هذيك السيده المسؤوله اللي ما هي مسؤوله، لن يتم تابعها الى نحيوها بشوي، وكوني واضحه على ان الجميع متفاهم على ان الصحه في الداخل راهي ماهي في المستوى ديال هذه الجهه. وشكرا. بقيه ولاء واخلاص مرفوعه الى السنه العاليه بالله. مولاي صاحب الجلاله عز الله امركم وخلد في الصالحات ذكركم. السلام على مقامكم العالي بالله ورحمة الله تعالى وبركاته. بمناسبة اختتام أشغال الدورة العادية للمجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بإقليم وادي الذهب وإقليم أوسرد والمنعقدة يوم السبت 4 يونيو 2022 بالداخل تحت شعار الجهوية المتقدمة تكريس لمفهوم دولة الرعاية الاجتماعية، يتشرف خادم الأعتاب الشريف الخطاطي أنجه منسق حزب الاستقلال بجهة الداخل وادي الذهب أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة مناضلات ومناضلي حزب الاستقلال بهذه الربوع العزيزة من مملكتكم الشريفة بأن يرفع إلى مقامكم العالي بالله أصدق آيات الولاء والإخلاص وأنبل مشاعر المحبة الصادقة والتعلق بأهداب العرش العلوي المجيد. مهنئين جلالتكم حفظكم الله والأسرة العلوية الشريفة بما أنعم الله به على صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي رشيد بازدياد مولود ميمون. نتضرع لله عز وجل أن يحفظ طلعته البهية بما حفظ به السبع المثاني والذكر الحكيم. إن جميع أعضاء حزب الاستقلال بجهة الداخل وادي الذهب يا مولاي ليستحضرون على الدوام توجيهاتكم السامية ومبادرات جلالتكم المحفزة على بذل مزيد من الجهود من أجل تحقيق التقدم الاقتصادي والرفاه لشعبكم الوفي، مسجلين باعتزاز وفخر خطوات جلالتكم الموقرة لتحقيق النماء والازدهار والرفع لهذا الوطن الحبيب، مؤكدين لسدتكم العالية بالله تجندنا الدائم وراء جلالتكم من أجل بناء المغرب الحديث، ومعبرين لجلالتكم عن استعدادنا الدائم للذوذ عن مقدسات وثوابت الوطن ووحدته الترابية ومصالحه العليا وإنجاح ورش الجهوية المتقدمة في ظل قيادتكم الحكيمة. مثمنين كل الأوراش الهامة التي أعطيتم بخصوصها أوامركم المطاعة لتنزيلها لصالح رعاياكم الأوفياء. حفظكم الله يا مولاي بما حفظ به الذكر الحكيم وأبقاكم ذخرا وملاذا لشعبكم الوفي، سائلين العلي القدير أن يحفظكم ويديم على جلالتكم نعمه ظاهرا وباطنا ويمدكم بنصره وعونه، وأن يقر عينكم بولي العهد الأمير المحبوب مولاي الحسن والأميرة الجليلة لالة خديجة، ويحفظكم في صنوكم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وفي سائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام على المقام بالله ورحمته تعالى وبركاته.